In order to assess students' learning and control of vocabulary, I ask them to identify people according to the description they hear orally. Students choose to organize visuals according to the descriptions I provide. كل طالب سيأخذ ظرف. افتح الظرف وانظر ماذا يوجد داخل هذا الظرف. انظر. افتحي الظرف يا سناء. تفضلي يا إيمان. ماذا يوجد داخل الظرف؟ ما هذه؟ شخصية. هذه صور. صور. هل وضعت كل الصور؟ ضع الصور كلها أمامك. ممتاز يا إيمان. وأنا أيضا عندي ظرف أضع الصور أمامي. وعندما أقرأ عن الشخصية مثال أنا هذه طفلة. هذه صورة طفلة أو أضع هذه صورة طفلة وهذه طفلة وهذه طفلة ثم أسمع الجملة التي بعدها هي طفلة شعرها أسود سأنظر أو هذه طفلة هذه ليست شعرها أسود ليست هذه هذه شعرها أسود سأن أعرف أن هذه هي البنت التي أنا أتكلم عنها صح؟ أوكي. جاهزون سأقرأ عن أول شخصية نور ليث إبراهيم هي طفلة سورية طفلة سورية شعرها طويل لونه بني فاتح لونه بني فاتح هي متفوقة في مادة الرياضيات حيث أنها فازت بالمرتبة الأولى هي متفوقة في مادة الرياضيات حيث أنها فازت بالمرتبة الأولى ما شاء الله ممتاز يا إيمان أحمد زويل هو رجل مصري ليس له لحية شعره أسود وله شارب حصل على جائزة نوبل في الكيمياء هو يحب أن يساعد الأطفال للحصول على تعليم جيد نعم ما شاء الله يحب أن يساعد الأطفال يحب هو متعاون جيد ممتاز رياض محرز هو لاعب كرة قدم جزائري هو شاب طويل له لحية وله جسم قوي هو يحب أن يساعد الأطفال ويلعب مع الأطفال لوقت طويل يتبرع بالكثير من النقود للأيتام هو يلعب كرة القدم بشكل جيد جدا تمام يا إيمان ويتبرع بالنقود يساعد الأطفال هو متفوق ممتاز StarTalk is a program of the National Foreign Language Center, sponsored by the National Security Agency.